والآن السونة العجيبة، القدرة الفائقة على إنعاش المسام وإزالة الأتربة نهائيا، وليونة العضلات فقط 400 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على رقم 111111. أي كلام بيعلنوا عنه خلاص. واحد واحد. مش معقول الجهاز الفظيع ده ب 400 جنيه بس؟ أيوة، ده طنطك بهيجة اشتريته، وطنطك بهيرة كمان اشتريته، واشتريته لبنتها بهية. يا جماعة والله كل ده كلام فارغ، ده مش حقيقي. يعني يسيبوا شغلهم يقعدوا يلعبوا في الساونة دي؟ كل أصحابي في المدرسة بيشكروا قوي في الجهاز ده. وأصحابك اللي في المدرسة اشتروه بقى ولا إيه؟ لا. أمال يعني كان في سابق معرفة بينهم وبينه؟ لا يا عادل، كلهم عرفوه من الدعاية. طيب يا ماما، اسمها دعاية، يعني ناس مدعين، يعني دي مش حاجة حقيقية يعني. طب أنا بقى سمعت إنه بيعالج الروماتويد والروماتيزم وخشونة الركب كمان. يا سلام، يعني دكاترة العظام هتشحت بعد كده والناس تجيب الجهاز؟ لا، ده الأحسن من كده كمان، إنه بيحرق كل الدهون اللي في الجسم، شحوم يعني مكلكعة في الجسم، ده عن طريق التحكم الترمومتري في درجات الحرارة في مجمل الجسم. التحكم الترمومتري هو أي كلام وخلاص؟ معقولة يعني هو ده اللي بيعمل الرجيم؟ يبقى الواحد داخل الساونا معاه سندوتش ويحرق في نفس الوقت؟ أنت عارفة بيعمل إيه كمان؟ ده بيجدد خلايا البشرة وبيخلي شكلها صحي، وعارفة بيرجعك 20 سنة لورا. الله، يعني هرجع لورا؟ ترجع لورا تروحي منين يا ماما؟ احنا ما صدقنا ان انت جيتي، يعني ترجع لورا تخبطي في حاجه معقوله؟ يا جماعه على فكره بقى، انا من رايي ان احنا نشتري الجهاز ده ونعمل عليه دورات ثونيه. انا موافقه نجمع ثمنه مع بعضينا ونشتري الشركه كده. انت صح يا رانيا صح، وانا كلنا مع بعض. انا بقى عايزه ساعه واحده ساونه، وانتوا خدوا بقيه الوقت. اوكي. ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ساونه اللي انتوا عايزين تجيبوها، لو معاكوا قرشين ومضايقينكوا يعني هاتوا ثلاجه جديده، هاتوا غساله جديده، لكن ساونه؟ جرى ايه عادل؟ انت معترض ليه؟ ما انت كمان ممكن تعمل ساونه في الساونه. اعمل ساونه في انا مش عايز اعمل ساونه في ساونات خالص، وما فيش ساونه هتيجي هنا. يا عادل ايه اللي مزعلك؟ هو انت بتدفع ملين من جيبك؟ انت بتتكلمي ليه يا سناء؟ ساونه ايه يا اختي اللي انت عايزاها؟ انت بكبيرك قوي يعني تقعدي جوه كيس بلاستيك وتعرقي فيه خلاص. بصوا انا راجل البيت وما فيش ساونه جايه، يعني ما فيش ساونه جايه. رانيا يا رأ، بسم الله الرحمن الرحيم. مين جاب الصندوق ده هنا؟ وين الفوطة دي؟ يا رانيا، ايه الهزار البايخ بتاعك ده على الصبح؟ ساعة صبحية كده؟ لا يا بيبي مش بهزر، أنا بعمل الساونة بتاعتي على الصبح عشان أبقى أكتف طول اليوم ونشيطة كده. ساونة إيه؟ أنت جبتي ساونة فعلاً؟ يا بيبي ده جهاز تحفة يجنن، تعالى جرب والله. لا يا رانيا، لا، مش معنى إن إحنا خليناكي أول واحدة إنك تروحي تصحلي سي عادل وتخليه ياخد دوري. دورك ايه؟ دورك ايه يا امو دور؟ دوري ونيلي، انتوا ازاي تجيبوا ساونه من غير ما تقولولي؟ قول لا قول لي لا يا سناء، ما تقوليش ان انت لسه ما خدتيش دورك حبيبتي كده. حمام الكريم اللي انا عاملاه هيبوظ. حمام الكريم بتاعك لما يبوظ تجيبوا له سباك، مش تجيبوا له ساونه. خلاص يا عادل يا حبيبي، ما تضايقش نفسك، ما حصلش حاجه عشان كل ده. كل ده وما حصلش حاجه؟ هو لسه ما حصلش. عادل خش بسرعة غير هدومك وخد لك سونية كده على السريع. لا يا ماما، ما تعزميش على البحر قوي كده، عادل ما دفعش. حتى انت كمان يا ماما، لا والله العظيم انتوا حرام عليكم. انا ما بقول على حاجة لا يبقى لا. ايه يا عادل في ايه؟ حصل ايه؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ انا مكبر الموضوع؟ الموضوع كبير لوحده يا هانم، انتوا لازم تسمعوا كلامي. خلاص يا عادل، المرة الجاية هنسمع كلام. المرة الجاية؟ وبعدين ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لمنتخب الساونا العالمي؟ خلاص يا ابو، احنا مش هنشتريها تاني. تاني؟ وانتوا فاكرين الموضوع ده هيتكرر تاني؟ شوفوا مين بقى هيقعد لكم في البيت. يا عادل استنى يا بيبي، انا مش عارفة اخرج. رايح فين؟ رايح مطرح ما انا رايح. يوم ما تحسوا ان انتوا محتاجين راجل ابقوا تعالولي. نجيلك فين يا بابا؟ تعالولي البازار. يا عادل استنى بس، يا عادل يا بيبي انا اتحشرت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رائع، ازيك يا دولة؟ ايه ده؟ ايه شنطة السفر دي؟ انت خلاص مسافر؟
خلاص مسافر؟ على اساس ان انا قبل كده قلت لك ان هسافر؟ والله هتوحشنا يا دوله والله. انت بتحب بقى ايرادات البازار يعني كل شهر ابعتهم لك على البيت ولا على ليبيا؟ انت سافرتني ليبيا يعني خلاص؟ اشمعنى ليبيا؟ ايوه دوله، اصل انا ليه واحد صاحبي يعني سافر ليبيا ولسه ما رجعش. ده تفاؤل يعني، عايز تبعتني عنده يعني؟ لا انا مش مسافر يا رمزي، انا سبت البيت. سبت البيت وعايز تاخد بيت اوسع يعني اكبر؟ لا سبت لهم البيت هم قاعدين فيه وانا سبتهم وجيت على هنا. طب تحب بقى انا اروح ابيت معاهم يعني عشان يشوفوا كده ونسهم؟ تونس مين؟ هتروح تبيت على اساس انك ايه يعني؟ ابن عمك يا دوله. وهو اي ابن عم يروح يبيت في البيت؟ بس يلا بس يلا اسكت خالص، مش هينفع خالص، انا هبيت هنا في البازار. ايه دوله؟ طب وانا يعني هبيت فين لما انت تبيت هنا؟ بيت بقى في اي حته، اتصرف اتصرف، انا مالي، انا هشيل مشكلتك كمان. اقول لك روح بيت عند صاحبك بتاع ليبيا ده. لا يا دول انا ممكن يعني اتاخر عليك كل يوم يعني، وبعدين بص انا حبيت خلاص البازار وتعودت عليه خلاص. حبيت ايه يا ابني؟ البازار ده اصلا مش بتاعي. يا دول تمام. والحاجه اللي موجوده في البازار دي والمكتب والتليفون مش بتوعي؟ بتوعك يا دول. تمام. والمرتبه بقى اللي انا شاريها لك دي مش بتاعتي؟ هي والملايات والمخدات والكلام ده كله مش دي الحاجات بتاعتي؟ ايوه يا دوله. يبقى مين اللي هيبات هنا؟ انت صح. شوف. طب يا دوله يعني، طب يرضيك يا ابن عمي يعني انا ما انا في الشارع؟ طبعا يرضيني يا ابني، ده انا اتمنى انك تبات في الشارع، على الاقل هيبقى لك مهنه، تبقى طفل شوارع عادي. طب يا دوله بص يعني علشان خاطري يعني احنا ولاد عم، انا هبيت هنا معاك في اي حته يا عم ومش هقلقك. بيت في اي حته فين بس يا رمزي؟ بتقعد يعني تطلع لي حاجات غريبه. حاضر يا سيدي، ممكن اخليك تبيت في الحمام وانا بيت هنا اهو بالمرتبه بقى والملايات النظيفه. ايه ده؟ طب افرض بقى انت يعني حبيت تدخل الحمام تقلق بقى انا منام يعني؟ يا ابني الحمام ده مش اصلا بتاعي. بتاعك. والقعده والسيفون والحوض والبانيو مش بتوعي. يا دول. يبقى مين يستخدم الحمام؟ انت صح. خلاص اما اجي انا بقى داخل الحمام هخليك انت تخرج، اخلص اقوم انا خارج تقوم انت داخل. ماشي يا دول ماشي، انا موافق. خلاص يا عم. المهم بقى عندنا هنا في البازار في ثلاجه؟ لا يا دوله، بس في حته دين ثلاجه بيعلنوا عليها في التلفزيون، بيقول لك اتصل بواحد واحد واحد باين تصلك في البازار. تصلك في البازار؟ قايلين كده في الاعلان؟ يا دوله انا عارف يلا الاعلان ده. الثلاجه كمان بالتقسيط، وما دام بالتقسيط انا ممكن اجيب كمان تلفزيون هنا في البازار. يا دوله، وبيقول لك في سوله. ما بقولش كلام السوله دي خالص. انا بفكر كمان في البازار اجيب بوتاجاز. ايوه يا دوله ايوه، علشان اطبخ لك بقى. انت عمرك يا دوله دقت اكلي؟ ازيك يا عادل؟ ده بدل ما تقولي اتفضلي كلي معايا، انت اصلا بتحب نفسك بس. بقولك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، انا سبتها لكم مخدره بالساونه بتاعتكم. ما تبطل شغل عيال الصغيره دي يا عادل وارجع البيت بقى. فعلا هو شغل عيال صغيره، انا غلطان، اما اكبر بقى وابقى راجل ويبقى لي كلمه تسمع في البيت ابقى افكر. يا عادل الموضوع ما يستاهلش كل ده. انت مين اللي قالك ان انا هنا اصلا؟ رمزي كتر خيره. كتر خيره يعني؟ خيره ده لو زاد هيعمل فيا ايه؟ طيب انت هترجع البيت النهارده ولا مش هترجع البيت؟ اسف، تو بي اور نوت تو بي، تلك هي المساله. انا مش عارفه ايه اللي يرضيك يا عادل، يعني انت يرضيك ان احنا نرجع الساونه والفلوس اللي احنا دفعناها تترمي على الارض؟ ما اعرفش، اللي عمل حاجه غلط يصلحها. طب انا راضيه ذمتك، الاكل اللي انت بتاكله في المطعم ده ولا الاكل بتاع البيت؟ الاكل بتاع المطعم طبعا. طب انا دلوقتي لما اروح البيت وايدي فاضيه كده اقول لهم عادل طلباته ايه؟ طلباتي ان انتوا تبعدوا عني وتسيبوني في حالي بقى. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب، اصطبحنا واصطبح الملك لله.
في ايه يا دولة بقى بحم التماثيل. الساعة واحدة بالليل يلا. ايوه يا عم، هو ميعاد حمى حرس وهتحور كده واحدة حمى حرس وهتحور بيستحموا الساعة واحدة بالليل. ايوه دول عشان ما يجولهمش برد بحمهم ويناموا. ولا بص غور من وش السعادة. طب يا دولة مش عايز تدخل الحمام ولا حاجة؟ عايز ادخل الحمام ليه يعني؟ علشان انام مطرحك شوية يعني. ولا تعالى 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 قرب. هدولا بقى بالراحة يا عم بالراحة، انت هتسافر بيتكم بقى. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، يا صباح الخير يلي معانا. ايه يا ده يخرب بيتك في ايه؟ صباح الخير يلي معانا الساعة 2 بالليل، ام كلثوم اللي صحيها 2 بالليل تقول يا صباح الخير يلي معانا. لا يا دول انا بقعد اغني كده عشان اونس نفسي، اصل انا بخاف لوحدي بالليل. طب ما انت مش متهبب لوحدك، ما انا اهو معاك في البازار متزفت نايم. طب دول اقوم بقى ونسني بقى دول. ها تحب تلعب كورشينه؟ كورشينه؟ انت بتعرف تلعب كورشينه؟ لا. قوم بقى. طيب دولا مش عايز تدخل الحمام ولا حاجه؟ ما بخشش الحمام بالليل وانا نايم خالص. انا عايز ادخل بس انام يعني مطرحك شويه بس. ولا خش نام في الحمام بدل ما اطلعك بره البازار كله. خلاص بقى خلاص بقى يا عم. اوف. يا رب ما يجي لك نوم يا رب. ها. الشعور الغريب ده ناقص نص ساعة ودوري يجي واخش الساونا. وانا وراكي على طول. وانا عايزة اخد الساونا بتاعتي قبل ما اروح المدرسة الصبح. وانا فاضل على الساونا بتاعتي ساعتين واعملها تاني. ايه ايه تعملي ايه تعملي ايه تاني؟ ما انت خدتي الدور بتاعك ولا هي تفاصيل. وانتي مالك؟ اساسا الساونا المتتالية بتعمل توالي في افكار المخ وعضلاتها الخلفية. انت جيت يا عادل؟ لا يا ماما انا لسه ما جيتش. امال ايه اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ ضلك؟ لا يا خففت الضل، ده حضور جسدي بس لكن روحي مش موجوده معاكم. يا سلام، تعجبني فيك يا حبيبي افكارك الكامنه والمكنونه. بس عايز اقولك على حاجه، انت فعليا موجود؟ لا مش موجود ولا حاجه. انا لا هاكل معاكم ولا هشرب معاكم ولا هتكلم معاكم، انا هاجي بس انام، عايز ابعد شويه عن رمز الغبي ده وخلاص. طب يا عادل احنا من هنا ورايح انا اعتبرك انك مش موجود معانا. اوكي ماما بابا حشني قوي. يا ياسمين يا رب رجعونا بالسلامه من السفر. اللهم هون علينا سفرنا هذا. بصي بقى انعام يا حبيبتي، مش عادل اهو مش معانا، بس بجد بجد الامانه لله انه ابن حلال وطيبه خالص. يا سلام يا حماتي، والله انا كنت متوقع ان انت بتتكلمي عني كويس في غيابي. لا لا بس اهبل وطايش وقراراته متسرعه جدا. يا سلام يا سناء، طول عمري عارف ان انت قللت الادب. خلي الساونه تنفعك بقى عشان على الاقل ممكن تنزل لك الجلخ اللي عليك. طب ايه رايك بقى يا مجيده يا اختي ان عادل ده
احسن عيل في ولاد الصبيان. يا سلام يا ماما، عشان كده بقى اخوات الصبيان كانوا بيغيروا مني. الله، هو انت يا انعام عندك صبيان غير عادل؟ طيب انا هدخل بقى انام، ومصحى هروح اتعشى بره، انا مش هاكل معاكم خالص. الله اكبر، يجعل كلامنا خفيف عليهم. ايه الصوت ده يا جماعه؟ هو في حد غيرنا في البيت؟ يا نهار اسوح، يعني كمان غبيه وعميه. بابا بكره لما تنزل تجيب لي شوكولا معاك. لا حول ولا قوه الا بالله، بنتي فاكره انها شايفاني قدامها. عادل ما تكبرهاش بقى. يا ماما انا مش بكبرها يا ماما، وبعد اذنك يعني يا ماما ما استغليش علاقه الامومه اللي بيني وبينك وتقعدي تضغطي عليا كل شويه. لو سمحت يا ماما ما تضغطيش عليا. ما تجيش في الهيفه وتتصدر. يا سلام، ايه الهيفه؟ اذا كانت السونه دي هيفه يبقى ايه اللي مش هايف؟ فده انتوا فاضل يا ماما تجيبوا عندنا هنا في البيت ترابيزه بينج بينج باين ولا ايه؟ وبعدين ما دام السونه دي حاجه هايفه كده، ليه عايزين تجيبوا حاجه هايفه في البيت؟ هو البيت ناقص هيافه يا ماما؟ هو انت جبت حاجه ولا نزلت اشتريتها؟ انت مش غرمان يا ماما؟ مش مساله انتوا اللي اشتريتوها ولا انا اللي اشتريتها يا ماما، هي مساله مبدا. وطبعا معروف يا ماما زي ما حضرتك عارفه يعني ان المبادئ لا تتجزأ، فهي ما ينفعش يا ماما. طيب عشان خاطري تعالى كل معانا. لا يا ماما، انا مش جعان، مش غضبان ولا حاجه، بس بجد يعني يا ماما ماليش نفس، مش جعان يعني. طب انا اللي طبخه مش رانيا. يا ماما ما تضغطيش عليا يا ماما، ده حتى لو منى عامر هي اللي طبخه بجد انا مش جعان. طب انا عامله لك حاجه بتحبها. ما ماليش نفس بجد يا ماما. عامله ايه يعني؟ مسقعه. باللحمه المفرومه؟ باللحمه المفرومه. ومعاها بقى اللي هو بتنجان متقطع كده، واللي هو الفلفل الرومي ده محطوط على الوش كله، وقوطة ترانشات وبصل ترانشات كمان. قوطة ترانشات وبصل فوقيها فوق الوش. طب واللحمة المفرومة اللي فيها يا ماما عاملاها ناعمة ولا بتبقى خشنة شوية؟ عاملة نص ناعم ونص خشن. على اساس لو ما عجبنيش الناعم اكل الخشن يعني. طب مش عاملة حتة لحمة برضو في وسطيها كده؟ في كام حتة كده من جوه دول شايلهم عشاني؟ طب يا ماما يعني هي المسقعه دي بقى سخنه ولا ساقعه؟ ساقعه مش مسقعه. ماما انا كنت عايزها سخنه يا ماما. نسخنها. لا لسه هتسخنيها يا ماما. لا بلاش بقى يعني. خلاص بلاش، ما تاكلش، بس اوعى تقولي جعان تاني. ماما جعان. هعمل مسقعه. ايه ده يا ماما، انت ما قلتيش لسه عملتيها يا ماما؟ هعملها بسرعه قوي. طب يا ماما ما دام هتعملي مسقعه بقى بالمره يعني، يا ريت تعملي لنا معاها بقى صينيه ايه، بطاطس بوري. عينيا. ماما بلاش تعملي البطاطس بوري باللي هي البشاميل اللي فوق الوش ده بيبقى مايس كده يعني، لا اعملي اللي هو البشاميل الجامد التخين. ايوه والتخين. حاضر حاضر يا حبيبي. ماما نعم. ويا ريت جنبيها بقى اللي هي الطماطم اللي هي متقطعه دي ومعموله بالثوم اللي هي المخلله، وملح وفلفل وليمون. ايوه ماما هي دي. عينيا. ماما نعم. يا ريت بقى ايه لو حتتين برضو فراخ كده هما مقليين، وبعدين تقطعيهم وتعمليهم مع الجبنه الريكفور. مش عايز حاجه تاني؟ لا مبدئيا كده كويس، اصل انا مش جعان. عادل اعلن تمرده يا جماعه، اعلن تمرده صراحه. انا رحت له لحد عنده وكلمته، قعد ياكل وحتى ما قاليش اتفضلي تاكلي معايا. ده رفض المسقعه ام لحمه مفرومه اللي انا عاملاها. يمكن افتكر ان رانيا اللي عاملاها يا ماما. ابدا عادل لا يمكن يرفض اي شيء من انتاجي. يا اخوانا مش معقول كده بقى، بطلوا الخناق اللي انتوا بتتخانقوه دوت، ولازم نفكر ازاي ان احنا نصالح سي عادل ده. نصالح مين؟ عادل ده عايز اهمال وتطنيش واسبال. ده اخويا وانا عارفاه، دوت ناقص لو دلعناه هيسوق فيها. ايه ده ايه ده ايه ده، ما يسوق زي ما هو عايز، ما هو راجل برضو. يا جماعه عادل ابعاده النفسيه تميل نحو السيطره والابتعاد عن دوائر الصراع، وده محتاج انفراد حواري بيني وبينه بس. استوبت مش معقول بقى، يعني شغلوا امخاخاتكم دي شويه، احنا لازم نشوف شروط عادل دي ايه ونعملها له علشان نصالحه.
نشوف شروطه ونعملها له، ده كده هيتعود على الدلع وعلى الترفيه وهيبوظ مننا ومش هنعرف نسيطر عليه بعد كده. خلاص هيبوظ. ما يتعود زي ما هو عايز، مش راجل برضه. يا ناس افهموا بقى، لازم تكون قياده القطيع في قبضه ذكوريه. بقول لكم ايه، انا بقى عارفه انه عادل ده طيب جدا جدا جدا، ومش ممكن ابدا انه يحرمنا من الساونا. طب سيبوني انا اتصرف بقى. هتعملي ايه يا فزلكه؟ هتعرفي تقنعيه اكتر مني ومن ماما؟ اذ ربما. حتى بعد المسقعه اذ حيثما. هتعملي ايه بقى ان شاء الله؟ انا ليا طريقتي. اهو اهو، مش انا قلت لك اهو عادل اهو. عادل يا حبيبي وحشتني قوي، ازيك؟ والله يا راني عمال اقنعه يرجع البيت علشان مراته وعياله. عياله مين ده؟ هي ياسمين بس. وبعدين انت مالك؟ انت مالك عادل؟ البيت ملوش طعم من غيرك. يبقى حطي له شويه ملح. عادل الدنيا ضلمه من غيرك في البيت يا حبيبي. النور قطع بقى يعني، وانتوا مش عارفين فين الشمع. انا اسف ما قلتلكوش على مكان الشمع قبل ما اسيب البيت. طب دول ما تجيب لهم بطاريه اوفر من الشمع. انت مالك يا حبيبي؟ بص اقولك على حاجه، انا عندي استعداد اعمل كل اللي انت عايزه بس ترجع البيت. لا بصراحه بقى كده رانيا عدها العيب وازح. يا دوله بقى ازح، طلع على الساون على طول. يا عادل البيت ما ينفعش ما يبقاش فيه راجل. راجل؟ الراجل ده هو اللي كلمته بتمشي في البيت، مش تعملوا اي حاجه في دماغكم. لعلمك بقى انا مش شرابه خرج. انا معرفش يعني ايه شرابه خرج، بس انا برفض ان ابقى شرابه خرج. اوكي اوكي خلاص، انت هتبقى المتحكم الاساسي في كل حاجه وخصوصا في الساونا. محدش هيدخل او هيخرج على الساونا غير لما ياخد الاذن مني. يا سلام. طب افرضي احد دخل من ورايا؟ دولا ممكن تخلي المفتاح بتاع الساونا دي معاك او تخبيه، او يعني ممكن ترميه من الشباك اصلا. افرض هم عاملين مفتاح جامد. اعمل قفل او اعمل قانون مثلا. لا القفل اضمن، مفيش حاجه. القفل بتحب القفل، انت بتميل للقفل. بص يا بيبي قفل كالون، المهم ان هو في اوضتنا. اوضتنا؟ ايه الخلقه دي؟ استنى بقى، قصدي اقول لك يا حبيبي يعني بص الساونه دي انت اللي هتبقى متحكم فيها وهتبقى في اوضتنا تعمل فيها اللي انت عايزه، انت حر. اعمل فيها اللي انا عايزه وانا حر؟ يعني اجرها ابيعها اعمل اللي انا عايزه؟ يعني انت موافق؟ موافق اذا كان كده. ماشي يا رائل. دولا انا نفسي اجرب موضوع الساونا. ساونا؟ ده انا عليا ليك بالاحواز تجديد.